امتحان شويه سهل، وكان زعما كان الجو ماشي مستريس بزاف. فهمتي حيت في المره اللي فاتت كان كلشي داخل ما كانش عندنا اكسبيريونس، ولكن من هذه الخطره فهمتي حيت تدوزنا هاد المره كانت عندي انا اكسبيريونس ما كنتش مخلوعه بزاف، ولكن الحمد لله يكون خير خدمنا مزيان والاسئله كانوا سهلين بالنسبه للعلوم الفيزيائيه، ويكون خير ان شاء الله. تي نتمنى ما تنقولش خدمت وما تنقولش مكفساه باش ان شاء الله يكون خير. داز امتحان سهل من الدوره العاديه بزاف، كل شيء خارج عجبو الحال، ما كاين حتى واحد ما تشوكا حتى واحد ما تخلع في الفرض. نتمنوا يدوز هكا ان شاء الله حتى في الماط، ونتمنوا التوفيق لكل شيء ان شاء الله. بالنسبه للامتحان اللي حطونا دابا كان فهمتيني في المتناول على ديال شحال هذه قصحوا معانا فهمتيني نظرا لي كونكور ديال المدارس وكذا، وش نقول لك كنتمنوا الخير للجميع ان شاء الله، والله يوفقنا في الامتحان الجايين ان شاء الله. الامتحان كان في المتناول، ما كانش قاصح بزاف، ولكن عطاو شي واحد شي عطانا شي بياج وداك شي تخربيق بحال هكا، يا دوزنا مزيان غادي نجيبوا النقاط ديالنا والحمد لله. كنتمنوا العشيه في لونغلي نخدموا حتى هي مزيان، وحتى في المواد الاخرين هي صراحه سهل شويه على الامتحان العادي. الامتحان الاولاني في الفيزيك عطانا شويه صعيب على هذا غنجيبوا فيه النقاط على الاول. مزيانين الحمد لله، كان الاجواء مزيانه، الجو مناسب، والخدمه كانت مزيانه، داك الشيء زوين مزيان. سهل على داك الشيء، سهل بزاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.